هذه النافذة الإعلامية المطلة عليكم من مدينة بيت لحم في منزل والد الأسير الطفل القاصر أثال العزة للحديث والوقوف على قصته. أثال الذي انتشرت له صورة وهو يعزف على آلة الفيولين أو الكمان، ذاك الطفل الذي روت عنه زميلة صحفية مجدولين حسونة ونشرت عبر حسابها على فيسبوك، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة هذا الطفل وشهادة الزميلة مجدولين بحق أثال ابن 14 عاما والذي اعتقل في 15 من هذا الشهر بتهمة إلقاء حجارة. بالانتقال إلى والده أبو أثال، أبو أثال بعد الترحيب بك، بداية لو تخبرنا شو اللي صار فعليا مع أثال. أثال ابني طفل فلسطيني عمره 14 سنة، اللي صار كان هو رايح على بيت سته جدته، هي عايشة في مخيم العزة، وكان رايح يدعيها على أساس نفطر مع بعض هي وعمته. في الطريق وصل في المكان والزمان الغلط، تفاجأ وهو بقطع في الشارع منطقة مسميها وراء المخيم، تفاجأ بجيش الاحتلال، مسكوه اختطفوه جروه على مسافة حوالي 300 إلى 400 متر لحديث موصلوا فيه كبة رحيل، طبعا مع الضرب وكفوف وخنق. وأنا شخصيا شفت هاي الكدمات والضربات على وجهه وعلى رقبته في المحكمة في عوفر بعد بثلاث أيام، ومن يوميتها لليوم هو موجود في سجن عوفر. طبعا بالبداية أخذوه على عطروت ما مكان تحقيق، وتناوبوا عليه بالتحقيق، يعني كانوا رجعوا على عوفر يردوا يخذوه كمان مرة على التحقيق على عطروت وهلم جرة، أخذوه حوالي 3 لـ4 مرات. طبعا اللي بدي أحكيه إنه أثال تم التحقيق معاه بشكل غير قانوني حتى بالنسبة للقانون الإسرائيلي، يعني قانون الاحتلال. هو كطفل قاصر يفترض إنه يحضر معاه جلسة التحقيق إما المحامي تبعه أو أحد الوالدين. طبعا ما في محامي حضر معاه ولا في محامي حتى زاره. المحقق اكتفى بأنه اتصل علي وقال لي ابنك أثال موقوف عنا، محبوس عنا، وبدنا إذا بدك توقف له محامي. قلت له طبعا أنا بدي لابني محامي. قال لي ولا مش مستاهلة؟ قلت له لا مستاهلة طبعا بدي محامي. وإحنا وأعطاني حتى هو أرقام أسماء محامين، وتم التواصل من المحامي من قبل المحقق على فكرة، وأعطوه وكأنه هو بده يعمل تسويق قانوني للإشي. حكى مع المحامي، المحامي تحدث مع أثال على التلفون وأعطاه استشارة قانونية. وهذا الحكي طبعا مش بس غير قانوني، غير إنساني. أنت بتحكي عن طفل عمره 14 سنة بعد الترهيب والرعب اللي صار فيه والضرب اللي تعرض له، وقاعد هو في التحقيق بتصل عليه واحد بيقول له أنا محامي. طب ما هو أصلا سيكولوجيا الله أعلم كيف حالته النفسية، فسيولوجيا قلبه قاعد بدق. يعني لو تعطيه مش محامي، لو تعطيه خبير دولي في القانون مش راح يستوعب عليه إشي، لأنه كان بأمس الحاجة أثال الطفل إنه يشعر بالأمان، مش يجي واحد يحكي معه تلفون عشان أصوغ قانونيا والله هاي المحامي اتصل عليه تلفون وكملنا مع التحقيق. هذا اللي صار. فأثال انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، انتهاك صارخ لحقوق الطفل، وهلما جرى استمرت العملية حتى يومنا هذا. لحد اللحظة هو دخل نزل 3 محاكم في عوفر. طبعا بالإضافة حققوا مع أمه، طلبوها بعد أسبوع، أخذوها على التحقيق على عطروت. كنا بالمحكمة في الجلسة الثالثة، كان يوميتها أعتقد 19 شهر. فقالوا في المحكمة احنا نرفض إخلاء سبيله بالكفالة ولا بالغرامة لحد ما يكتمل الملف التحقيقي. قالوا احنا خلصنا تحقيق مع أثال، بس بدنا نحقق مع عائلته مع أمه وأبوه، بس نجيبهم نحقق معهم بنشوف شو بصير. بعد ما طلعنا من عوفر، طبعا انت بتروح على عوفر على 9 الصبح بتضلك لـ3 العصر وانت قاعد لحد ما منهم يجيبوه، يعني وانت قاعد تستنى. في الطريق اجاني تلفون برضه من مكالمة من رقم مخفي، قال لي انا معك المحقق عيران، اسمه بيشبه اسم اللبن الجميد الاردني عيران، عشان هيك قلتني حافظه. وقال لي احنا طالبين كل التحقيق، معاكم تصريح تقدر تيجوا على عطروت. قلنا له والله فيش معنا تصريح، بس اذا بتطلع لنا تصريح خلينا نخلص تحقيق ونروح نشوف يافا، نفسنا نشوف البحر يعني. قال لي لا تعال سلم حالك على محسوم 300 على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم. قال لي بتحبوا تيجوا تسلموا حالكم ولا نيجي احنا ناخذكم؟ قلت له لا احنا بنسلم حالنا لشو؟ مش قاعدين نسوي فيها ابطال الحين. قال لي انت شو بتشتغل؟ انت بتشتغل محامي؟ قلت له صحيح. قال لي لا خلاص انت بتنفعش للتحقيق منا بس امه.
بتجيب لنا اياها الصبح على الساعه 9، بنحط احنا اسمها على المحسوم، واحنا من قاعد صارت شرطه بتاخذها على عطروت وبرجعها. قلنا له تمام. فعلا راحت امه ثاني يوم، وصلتها للمحسوم، دخلت معها لحد اخر نقطه وبلغت الجنود لغايه فعلا كان في لها اسم. خلوها تستنى حوالي ساعه عبي ما اجت سياره الشرطه، بعدين اخذوها على عطروت امكان تحقيق. قعدت تقريبا من العشر الى 12 وهي تستنى، على 12 دخلوها تحقيق للثنتين وبعدين اخذوا سبيلها. يعني نتحدث عن انتهاك صارخ لحقوق الطفل والفلسطيني بشكل عام، يعني نحن نتحدث عن اطفال وعن شبان وغيرهم. وبحسب طبعا شهادة الصحفية التي اعتقلت هي وزوجها عبر حاجز عسكري أو على حاجز عسكري، تحدثت عن أثل أصفاء، يعني ثياب كبيرة عليه على جسده، بالإضافة نتحدث عن أيضا عن جسمه الهزيل، كمان كان في حالة هزال و أثر الضرب والكدمات موجودة زي ما تفضلت. ممكن هلأ وإحنا بنحكي شوي بنحب نعرف أكثر عن أثال، إذا بتقدر تورجينا صورة لأثال لحتى نذكر المشاهد يمكن وهو بيعزف يمكن، وتحكي لنا أكثر عنه. انتشرت صورة والكل تم تداولها، والالتفاف كان كبير فعليا مع أثال، خاصة بأنه خبر مفاجئ، خبر من جوا السجن بهاي الوصف المريع فعليا. تورجينا اياها عبر الشاشه وتحكي لنا عنها. ابني اثال هو طفل يعني الحمد لله رب العالمين، هو موهوب من عمره 5 سنوات، بلش يتعلم على اله الكمان. زي ما انت شايف انا في عندي عده صور، في عندي له من هان، هاي لما كبر نفس الشيء، بعرف شو هاي جايبه معك. اثال بيعزف وبغني راب وبكتب اغاني وبدبك. فأثاله هو عمره 7 سنوات، في فيلم هو شوي انشهر عنه لما كان صغير، فكان يتعلم موسيقى فطلبوا، فهو كتب أغنية سماها القارب والبحر ورسم هيك رسم صغير. فأنا لما سألته بقول له ليش يعني، قال لي أنا نفسي أروح على البحر، والاحتلال الجيش بخلوكش تاخذونا على منعينا نروح نصل البحر. فكتب هاي القصيدة هو صغير وغناها، وفي عنها هنا لحن بقدر أفرجيك إياه. للأسف الشديد اليوم صار عمره 14 سنة أثال، وبرضه لحد اللحظة ما شافش البحر، ولا زال قابعا في زنازين الاحتلال في عوفر، في ظلمة الزنزانة وبرودتها التي لا تخلو إلا من حب فلسطين وحب الوطن. فأثال يعني لما مسكوه، هي هذه الصورة اللي انشهرت اللي طلعت. أثال لما مسك كان راح ينادي سته تيجي تفطر معنا. لا كان أصلا في فعالية وطنية موجود، ولا كان في مسيرة، ولا كان في إشي في المنطقة. تصادف وجوده مع وجود هذا الجيش الاحتلال الحاقد علينا، على كل طفل فلسطيني، لربما كانوا في مهمة ما، استفزهم منظره، استفزتهم فلسطينيته وبراءته، ما قدروش إلا أنهم يحاولوا يقتلوا هاي الابتسامة على وجه هذا الطفل الفلسطيني. ومن يوميتها أنا شفت أثال في عوفر، أول ما دخل وكان لابس لبس الشباص اللي انسجن، بعرف لبس الشباص بيجي لونه بني، وكان وسيع يعني بلبس كمان اثنين معه. أثال أصلا هو حبته قليلة، يعني عمره 14، بس هو خلينا نقول يمكن بتشوفه بتفكره عمره 11 سنة، يعني وزنه بزيدش عن 38 كيلو غرام. دخل وكانت مكلبشات إيديه ومكلبشات إجريه، هو مش شايفني، نديت عليه وقلت له أثال كيفك شو المعنويات؟ قال لي المعنويات عالية، تخافوش علي، سلم على أمي، سلم على أخواتي، وأنا بريء وأنا ما سويتش إشي، أنا كنت رايح أنادي ستي واخذوني الجيش. قلت له تقلقش، وباب السجن بسكرش حدا، واستغل يعني وقتك بشيء ايجابي. قال لي انا بلعب رياضه وبتعلم عبراني، لان انا بدي اتعلم هذه اللغه اللي بيحكوا فيها اللي انا مش فاهمها. فاثال عنده رباط الجأش، بس في الاخر احنا بنحكي عن طفل. احنا يا اخوان في فلسطين عندنا مشكله، يعني كثير من الناس والشهداء المدني يعني استشهدوا هم في الدور، رحنا دبلجنا لهم صور. لا أثال طفل، وأنا مصر أنه طفل، وهذا انتهاك لحقوق الإنسان، انتهاك صارخ. وهذا الطفل لو أنه موجود في هولندا أو في النرويج كان صارت عليه ضجة إعلامية وصارت شبه جريمة حرب، وكان بده علاج من 3 شهور ل6 شهور، بسموهن كونسلينج، في منتجع بحطوه على البحر عشان يتعالج. بس لأنه فلسطيني بتم ضربه وبتم سحله وبتم إهانته وبتم انتهاك كل حقوقه في الحياة، حقه في الحياة، حقه في التعبير عن رأيه، حقه في أنه يكون مغني، وحقه في أنه يكون طبيب في المستقبل، حقه في أنه يكون موسيقي، بدهم يعملوه الإرهابي المنتظر. لا، إحنا مش إرهابيين،
احنا نحب الحياة ما استطعنا اليها سبيلا، واحنا بنامن في حقنا في هذه الحياة، بنامن في حق اثال وفي كل طفل فلسطيني. وانا من هذا من هاي النافذة ببعث سلامي لكل المعتقلين، لكل الاطفال ولكل الشباب الموجودين في سجون الاحتلال، بقولهم انه السجن بسكرش على حدا، وان الفرج قريب وان النصر قريب. شكرا كثير لك محمد ابو اثال احمد ابو اثال العزم. يعني الاحتلال بطبيعه الحال هو لا ينتظر حجه او دليل ما لاعتقال الشاب او الاعتداء عليه فعليا، وهذا مثال على مجموعه امثله، سواء لم يلقي حجرا كان مارا بالشارع او القى حجرا او فعل ما فعل من أدوات النضال فعليا المشروع في نهاية الأمر، ولكن لا ينتظر سببا ليقوم باعتقاله. هذه أبرز التفاصيل مشاهدينا الكرام المتعلقة بأثال صاحب الوجه السمح والطفولي الذي كان يعزف على آلة الكمان الكمانجة التي انتشرت فعليا بشهادة الصحفية التي تم اعتقالها عبر حاجز عسكري هو وزوجها الصحفي أيضا، ونقلت لنا هذه الشهادة والتي من خلالها عرفنا عن أثال الذي اعتقل وهو ابن 14 عاما قبل أيام. مشاهدينا الكرام شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء. تمام، بركت رمضان كريم يا أخوان، إحنا ما يعني الدنيا رمضان.